السلام عليكم ومرحبا بك في قناة الدار. مرحبا اخويا. عرفنا على راسك الشيء. معك اسماعيل جوالة من مدينة سلا. او بائع متجول. انت كلشي قدامك. شنو كتبيع بالضبط الشريف؟ اش نبيع البطيخ، اش نبيع العنب، اي حاجة، كل حاجة بوقتها، كل موسم بوقتها. بالنسبة للسلعة منين كتجيبوها؟ مرة المارشي، مرة كل مرة ملي تكون شي بحيرة قريبة راه تنجيبوها منا. كلشي راك عارف. بالنسبه للاثمنه مناسبه، راك البطيخ 4 درهم الكيلو، العنب 12 درهم 10 درهم على حسب السوق شنو فيه، مره طالع مره. ومنين كتجيبوها شريف السلع؟ السلع من مارشي سلا الكرو، كنمشيو نجيبوها من تما وكنجيب. قلت لي كتجيبوا العنب من مكناس؟ العنب من مكناس هذا تيجيبونا السيد بالبيكو، مشى لهنايا واش ناخذ. بين المشاكل اللي كتعرض لها الشريفه في الخدمه؟ مشاكل بزاف، راك بين انت عارف تريبورتور ما محميش وشحال من حاجه، ديما معرضين للمشاكل. وانت نعم كنت عارف دابا تسعود ودخل بكري، لقيت اللي يحلف فيها البيع والشراء عاد يجريو عنا، راه كلشي قدامك دابا. قلت لي بلا في وسط المارشي. وسط المارشي لا مشيتي لا مشيتي معطل بحال دابا بحال هكا في الصباح بكري وتعطلتي تما، يديولك الموتور ديك على الطابله، ما خصهاش تكون فيه الطابله. يعني التريبورتور ما خصهاش تكون فيه الطابله؟ ما خصهاش تكون فيه الطابله كاع، خصو يكون بالريدالات ديالو. الطابله تيديو الفوري. بالنسبه للانسان اللي ما عندوش مويان ترونسبور، اللي ما عندوش ترونسبور راه مشكله عنده، فهمتي؟ تيتزاد عليه السيار بزاف. السيار فهمتي حمال تما. حنا ماشي مشكل، حنا عندنا الترونسبور ديالنا تما، تنخلصوا غير الحمال وداكشي تيهبط لك، والموتور راه ديالنا فهمتي تيجيبو داكشي بيدينا، ليسانس صافي راه على حسابنا حنا. في الخروج ولا ملي توصلوا لهنايا صاير لهنا، ولا في الخروج للمارشي؟ جوج بيهم. كاينه من تما الدرهم، ومن تما المارشي لهنا جوج درهم. جوج درهم في حالة اللي ما عندكش ترونسبور. لا ما عندكش ترونسبور جوج درهم، الصندوق حتى لهنا كان عندك 40 صندوق راك عارف 80 درهم ديما. هو القرار ديال الاغلاق مع التسويد الليل اثر عليكم؟ خويا راه شحال وقيت تبيع وشرا عاد تشوف كل شيء بعينيك، راه صافي تيسدوا عنا صافي، تي ذوك الناس اللي يدخلوا صافي ما تيبقى والو. وهاد الحرفه هادي فيها شي طرف خبزه شريف؟ والبركه وصافي، اللهم كل تبقى الدور شنو صافي، اللهم تبقى تبيع وتشري صافي تبقى مريح. هادي اول مهنه زاولتي ولا فايت؟ فايت عندي ديبلومات، عندي شحال من حاجه. واش عندك ديبلوم؟ عندي تكنيسيان سبيسياليتي و الكتريسيتي باتيمون. بالنسبه للتريبورتر شحال تقام عليك؟ شريتو بمليون و 40 خويا، شي حاجه نقيه موديل 2015 راك عارف النقا، حيت لما كانش عندك شي حاجه نقيه راه ما كيما تيقولوا راه ما تزطكش في طلعه شحال من حاجه. المواسم الاخرى شنو كتقول؟ كل موسم بالوقت ديالو، الرمان بالرمان والعنب بالعنب، وراك عارف هادشي هذا المواسم ديالو، كلشي كنديرو كلشي كنبيعو ونشريو. اخي شنو الحلم ديالك في الحياه؟ شنو تبغي دير من بعد؟ واش ما كتفكرش هاجر؟ لا وين شنو فكرت فيها كاع، فكر الوالدين وشحال من حاجه اللي بكشي تخدم في بلاد الناس، تخدم في بلادك حتى ليك، بلادك راهي لا تخدم فيها، راه تخدم في بلاد الناس، تخدم في بلادك، هادشي اللي كاين. اخر رساله لقناه الدار والجمهور اللي كيتابع، نقول لكم شكرا وشكرا على الاستضافه وشكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.